تعد صناعة السكاكر والشوكولات الدمشقية من المهن اليدوية العريقة التي أبدعتها يد الصانع الدمشقي وما زال يحافظ عليها، حيث ينتشر بين أزقة الحارات الدمشقية عشرات المعامل التي ما زالت تصنع هذه المنتجات وبنفس الطريقة اليدوية القديمة التي ورثوها عن أجدادهم. المحل طبعاً متوارث عن يعني أباً عن جد هون بهالسوق القديم. الفترات القديمة طبعاً كان المحل يبيع أصناف لوازم البقالة بشكل عام، يعني للريف وللمدينة، وهلأ صار من فترة مو كتير بعيدة بيختص بالحلويات والفواكه المجففة الشامية والشوكولا والملبس وعلب الهدايا. زورية لأنه من أسواق دمشق القديمة المركزية، مختصة كانت بالبيزار والقمح يعني بالمواد التموينية. انضم لها السكاكر والشوكولا من فترات بعيدة عم نحكي، صارت حتى بينزل الواحد بياخذ غراضه بالكامل إذا عنده عرس أو إذا عنده ضيافة خطبة أو ولادة أو شيء، فبياخذ غراضه الغذائية كاملة من البزورية. نحن بنعتمد أكثر شيء طبعاً على الأعياد كمواسم، كل الناس بتضيف شوكولا وراحة ونوقة وسكاكر، وبالأفراح كمان، بالمناسبات، بالخطوبة، بالزواج، بالولادات. هلأ الولادات صار لها دور كتير مهم بالنسبة لضيافة البيبي، إنه تتزين حبة الشوكولا وينحط معها يعني اكسسوارات لهالمناسبة هي. ارتبطت هذه الصناعة ارتباطاً وثيقاً بدمشق، فلم يكن عدد أصناف الحلويات والسكاكر آنذاك يتجاوز عدد أصابع اليدين، ولكن اليوم هناك أكثر من 1000 نوع تختلف باختلاف المناسبات والفصول والأسعار.